من السياسة الخارجية لمصر إلى تصريحات وأفعال وزير التربية والتعليم، وخاصة ونحن على مشارف موسم تعليمي جديد نقرأ من اليوم السابع اللي خد أكتر من حقه في المدارس الدولية بالذوق بالعافية حيرجع للأهالي. طب إيه التفاصيل هنا؟ هنا أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن رئيس الجمهورية يتابع كل أسبوعين ما يحدث بداخل المنظومة التعليمية، كما أن الجهات السيادية تتابع مع الوزارة وتراقب عليها كل ما يخص تطوير التعليم. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم: وضعنا أيدينا في موضوعات لم تفتح من قبل، وهناك تغييرات كبيرة في قطاع الكتب والتحول للعمل إلكترونيا لتوفير كل قرش وتوجيهه لأهم عنصر في العملية التعليمية وهو المعلم، تدريبا وتحسينا للأوضاع. الوزير قال أنه سيتابع بنفسه ملف المدارس الدولية ولن يصمت على أي تهاون، يعني ما فيش مدرسة مخالفة واللي أخذ فلوس أكتر من حقه بالذوق بالعافية هترجع للأهالي تاني. يعني يتمنى يكون ده بشرة خير أن المدارس الخاصة حقيقة تعيد الأموال التي أخذتها، وهي أموال كثيرة حقيقة، كل سنة يتم زيادة هذه المصاريف وهذا عبء على الأهالي.